الجهاز ده، الجهاز ده كده عبارة عن دفاية وانت بتغطيها وتحطي الكوبايات هنا، بتزودي درجات الحرارة بقى هنا، ممكن تقعد معاكي كل ما بتزودي بقى السخونية بتاعت الجهاز ده كل ما هتاخد معاكي وقت اقل في الكهرباء. يعني انا هنا كنت ظبطاها على 6، ممكن تتزوديها على 10 11 12 براحتك انت. يعني انت لو احنا ظبطناها هنا على 6 خدت معايا 4 ساعات، تمام. لو علناها شويه ممكن تاخد اقل، ممكن تاخد بدل ما تاخد 4 تاخد 3، شويه تاخد ساعتين، شويه ممكن تجيلك في ساعه واحده، تمام كده حسب ما انت حابه. الجهاز اهو يا بنات، اهو اسمه سيتي ميد ان ايجيبت، مش هقول لكم مثلا لا جايبه ماركه ولا كده، لا ميد ان ايجيبت اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة الزبادي في مكنة الزبادي دي، تاني مرة اجرب فيها. رجاء منكم لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو اول مرة تشوفوا صفحتي على الفيس يا ريت اتمنى منكم ان انتوا تعملوا متابعة وتفعلوا برضه زر الجرس. اللي كنت عاملة قبل كده يعني هعمل معاكم النهاردة دي التجربة التانية، دي انا عملتها قبل كده، دي التجربة الاولى ما شاء الله النتيجة، بصوا حاجة كده ما شاء الله بجد والله تحفة تحفة، يعني ما شاء الله لما الولاد خلصوها على طول قلت لازم اجربها معاكم. قبل بقى ما كمية الكوبايات كلها تخلص، انا كنت عاملة كل الكمية دي، قلت بقى اخر كوباية نعمل بقى زبادي معاكم، واقول لكم برضو حاجة برضو مهمة فيها ازاي تستخدموها والحاجات دي كلها. بصوا اول حاجة هي بتاخد حوالي لتر يا جماعة، لتر من الحليب، بصوا معايا اهو كيلو من الحليب انا هاخده دلوقتي واحطه وادفيه على عندي على النار على البوتاجاز، يعني تدفوها زي يعني تدفيه، يعني هوريكم دلوقتي يعني زي دمعة العين كده. بصوا هروح بس ادفيها ونرجع تاني مع بعض. بصوا يا حبايبي دلوقتي انا دفيت اللبن على النار، هاخد بقى الكوبايه دي، طبعا احنا بنبقى عاينين الزبادي عشان السحور وكده ورمضان، انا ببقى مطلعاها من قبلها بشويه عشان هي تاخد يعني تكون دافيه بدرجه حراره الغرفه، تمام كده. انا هحاول بس اشيل الميه اللي فيها دي. عايزه اقول لكم لو انت حابه بقى تعملي زبادي بالفراوله، تعملي زبادي بالمانجا براحتك انت، هتجيبي الكيس اللي هو الايس كريم اللي هو الفراوله وتزوديه عليها، او بالمانجا او الاطعمه اللي انت حباها، يعني تحطي بس الكيس وتدوبيه فيها. انا النهارده مش هضربها في الخلاط ولا في اي حاجه خالص، انا هعملها بالمضرب السلكي معاكم. عملتها قبل كده والنتيجه ما شاء الله كانت مبهره. انا هجيب المضرب السيليكون عشان خاطر ما يتجرحش معايا البراد ده، بالراحه بقى اشوفه بشويش، انا بقى بهدلت الدنيا. هنا حطيتها في بار يعني في عندي شفشه اوسع شويه، احط معلقه عسل واحده بس عشان بس عندي بعمل الزبادي ده اصلا معظمه بعمله كل يوم لسليم، فطبعا سليم طفل فعايز الحاجه تكون ايه يعني زي درج يعني زي لبن الام كده، لا هو مسكر ولا في نفس الوقت عادل. قلبها كده، اهم حاجه بقى الخطوه دي تقلبي كويس جدا، يبعد عن المكنه شويه عشان اعرف اخد راحتي. بسم الله. حلاوه مكنه الزبادي دي هي بتعيشها في درجه حراره معينه وثابته، يعني بتخليها ثابته وفي نفس الوقت يعني ما شاء الله ما بتاخدش وقت كبير عشان خاطر بتفضل دافيه. اهم حاجه حبايبي الخطوه اللي هي تقليب اللبن كويس جدا بالمضرب، يعني مده ما تقلش عن من 5 ل7 دقائق عشان اتاكد ان الزبادي ده كويس جدا. اللبن ده انا كنت شارياه وغلياه وسبته يبرد خالص وحطيته في الثلاجه من بالليل، او شلت القشطه بتاعته او وش اللبن بتاعه، وبعد ما شلته طلعت بقى كميه اللبن اللي انا عايزاها ودفيتها. بصوا انا هنا هصفيها بالمصفى ده عشان خاطر اتاكد ان مفيش فيه اي كتل ولا اي كلاكع خالص من الزبادي، انا صفيته عشان خاطر الكتل بتاعه الزبادي دي، لان المره اللي فاتت كنت عملته ما كنتش صفيته، فيستحسن ان انت تصفيه. اهو فهمت قصدي، ده طبعا ده مش هرميه، انا بحط هنا كنت عندي قشطه وش اللبن بحطها عليها وبتتاكل عادي خالص، يعني اصلا زبادي هترمي ليه؟ نكمل بقى بنفس الطريقه.
بص يا حبايبي، انا طلعت الكوبايات بره بمسحها كويس جدا عشان خاطر ايه ما يبقاش فيها اي لبن خالص سايب. ما بعملش اكتر من ان انا بغطيها وبحط الفيشة عندي في الكهرباء وبظبطها على درجة حرارة 6 لو انا عايزاها مثلا تيجي في 4 ساعات، عايزة الساعات تكون اقل، علي بقى كده ايه الحرارة بتاعتها بس كده. بصوا حبايبي، ادي الزبادي بتاعنا بعد ما خلاص قعد، يعني كنت حطاه قبل المغرب بحوالي ساعتين، يعني شلته بعد العشاء بساعتين، تمام كده. يعني لو هنفترض ان احنا حطيناه على الساعة 4، انا شلته كده على الساعة 8 9، يعني 4 أو 5 ساعات كده في الدفاية بتاعته دي. ده عبارة عن دفاية من هنا كده بتظبط درجات الحرارة. بص هوريكم، بس ايه قبل اي حاجة هاخد الحاجة كده وادخلها عند الفريزر، قصدي التلاجة عفوا. وادي الزبادي بعد ما طلعت التلاجة. تاني واحد، وادي الزبادي بتاعي بعد ما طلعته من التلاجة. ما هو 8 كوبايات بس، هما يعني ايه اتصفصفوا على 7 لان الولاد كانوا كلوا واحدة منها. بصوا يا حبايبي، بسيبه في التلاجة بقى ايه زي ما انت حابة، ممكن تسيبيه بالنهار بالليل ساعة 2 نص، ممكن تسيبيه على طول. هو التلاجة ما, بتح... ما هي اللي عليها بتحفظ الزبادي اللي. تمام كده. انا لما باجي احفظه بحطه في العلبة دي بتاعت الزبادي ذات نفسها، وبحفظه فيها بسهولة، ويعني بتحكم بالكوبايات عشان هي مثلا ما تقعش مني ولا تتكسر الكلام ده. تعالوا بقى نشوف النتيجة بتاعتنا. بسم الله نفتح. ما شاء الله، حاجة انت عاملاها في البيت بإيدك، كل الزبادي بنفس الطريقة دي. بصوا ما شاء الله، بصوا المكنة دي بجد تحفة. وبقى معاها كوبايات بقى محكمة الغلق بقى، واحنا عارفين حاجة بتبقى ازاز، بيبقى الحاجة يعني الحاجة اللي نحفظها فيها بتكون احسن من ان انت تعمليه في بلاستيك. بس الفيديو بتاع النهاردة خلص كده. زي ما قلت لكم تقدري تعملي زبادي بقى ايه بالفراوله، بالمانجا، باي نكهه انت عايزاها. الفيديو بتاعي خلص، يا رب يعجبكم. اتمنى ان انتوا تحطوا اشتراك ليا في القناه، ولو ما طبعا تشوفوني واشتراك بقى وفعلوا الجرس وحركات من دي. تعالوا بقى قبل ما نختم الفيديو اوريكم بقى نتيجته معايا اهو. بصوا ما شاء الله اهو، انا مش صايمه، كنت دقت معاكم بس عشان انا صايمه اهو اهو. اي ما شاء الله الزبادي اهو، بصوا اللي هيدوقها معانا دلوقتي احمد ابني هو اللي فاطر بقى. يلا هشوفكم على خير الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.